وحري وريبة بيل عن قبيل وحري أنا فهمت أو قبيل كواي ودارود بوحري هاي دار دارود هاد كور أسر استغفت يعني بعد دعوتي الجيي صح انقفع حق ورستي أو سيسائي ودوني كاس ما فهمت نيو هو هرت دبعت هذا حيث وين سلام مركو ري وحسود ومانت اي تيمي قشنك مانت نظافة قاتمة واكو موجودين قشنك أير همبليو ستيت توك مي سوبلن شوف هذا عادي معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحبتي دخالك وحديري جنادك وعفمات خو مالنتي نتنا مقال كان سنة وذا تكون داودون تنا وهرين بس سياد أبلي تكون مالنت أفر مقال مقال حيث سلو حلبو دعا سبسكرايب سار سيدوك لو مقال كان لايك ريسا اكتين جنالك وجنال الكلية مقال حيث سلو أفر مقال مالنتي لصوري واي هاي سيداد مقال سرقصو أرتم مقال كان استقع ومقال كان هبين مرت مقال كان وكفتن لما كل حناقانة تيك توك وحيك دعايو تيك توك هبينك سوي كت تاجن أنا سوقتها ومقال كي هبين معنا واحد كستو تيك توك لقى هلا هبينك ما دام سوقته حد ولا وقذب قذب إنه أرنت سيكي سيكي ولا سو شيء أي قفك كحر أمريكا إنه يه ويلر ده هو حسين أو لد استماريش ولو حرق سيكي أو قبيل إسكو بدري تعال أصل لونا نادو سيكي ماريش محكي سمي ماريش بيوت وتقارن قبلنا تيك توك عن كا يلو حمجر فرح ليه لواجه وأصل لونا رتح قديك تيك توك وحلقة بالله في تانكي وحمة يلا هستا سومالان سيدي تون كمي اي مانتي ساوكتين ومالين سومالان وقاسا حتى ودتك كالي ايا وحب لاوين جالنج كلهين سيدي تون كمي ومالين تقشن كادونك ومالين تنظافة دونك ومالين تقشن كالعروري دتك رير سومالا حناق انت حناقين اوي حناقين انيقا ومالين تقان لشتي هدي لدي لاي سيكي ومالين تقلاتي ومالين تقشن وحناقي لها مارك رير سومالي لان ما احا ان هالكو دو مالين لقصو و هالكود مال مالنت قشنك لو تلمام سنه كدن سوسو اي 18 markii la gaarna murna ku furteen fiira tiktok wax ka socdo ilaahay in ku dhaariye demelahan qashin bay ku turay qashinkaas waxa sawalay inta bilaabin koor muqaalkan muqaal reer Soomaaliland lagu danleey ma tiktok wixii ka taan waa soo qaata waa kafta lama kala hanaqaan tiktok wixii ka taagin qofkii waa lagu heesto anuu soo qaata bal muqaalku u horeey fiir wiilkaan wuxuu leeyahay سيدات يا طبعاً كمي مركز سومالان در كنت بلدقيو إعيدة كنت بلدقيو أمد الصوماليات واحد يسكوح القابلنا حشيش كان غوريا إلهي باك بودارشي صومالي أمد الصومالي مير قبحي ولئي بلئي طلئ الدونك هو حطات كنا الصومالي باك ببسن واي واحد يسوالا ليه ناس واي دبلدقيا تميرها قشن باكو طوريا قشن كاس واحد يسوالا ليه نمانتو دبل مانتو من دبلدقيا يا فرح سنة حدي بينا عايز قس أولي بلا العكة قوري هل سنتي مد الصومالية إن قبل الدوريس بلاش بقشك إن قوري الله سوى هذا قب سيرة الله سوى هذا قب سيرة الناس صومالك أنا بعين القبة ويا مد صوت وإسكا وحقب سوى إسكا وحقب سوى ولا لك هذا صومالي ذكر كروي ولا لك هرت جوجل قال وحاس هاد جري ما أنت قشنك أدونك زيت منك مي مبا حبا صومالي وأست سمعنا وفوضو لدوناي إن ولا لها سومالا لو أنا قلاد يا القوة مالي جنال كان عدالة أو مارس أنا قلت كل كدري ولا كدري عليه قلت كده در نو شيء قلت كيسة كون كان الدابة أير همبليو ستيت توك مي سوبلن شوف أير ما دعي بمعنى أير قاعد ستيت توك مي وما أنت قشن كأدون كهدانا بيش هتمح أو قصنا ما أنت قش كأدون ك ما أنت قاعد قش كده ولا قاعد تنيف تشوفه أير أير ستيت توك مي وما أنك عبادة سن لاين بلش قروي سيعمله سيعمل ألبتن وعسكو يا تقشين كعسكو يني كم كلها وما عند العباد السلا هل سمالا وحدي لا إسك صبرا ماشان تيك توك على سمالا جوكتو وفود بديهن وعدي بديهن حتى مالو روح أوجي ذي مقال أسوس مي و أنت طبيب كحرنا طبيبي قريب كم إذا على مدى حس أوس ورناين وعيب كسر قريب وعلى مدى المنات جواي طرقة تمرك ماشان صفو بدي هذا إملا وين سلام مركو ريو حسود وما أنت أي تيمي قشين ك ما أنت نظافة قاتمة واكو موجودين قشمانتا واكو موجودين قشمانتا موجودين واكو موجود مقالة كصباحين موجودين ما أنتوا عسكر وردت كان يبدلها وردت كان يبدلها حوجودي دت ريسو مالنا تحناقين حناقي كبطي كلبط بطي أو ده قف في واحد مبدا مسمي هاي أوجوابنا هوجوابنا دت كان دبل دقينا وطا ومالنتينا دبل دقينا سكوتا فير هاد دت كان قشن عادي قاعدة يعني فير دلالا نظافة تدي هوات تنتيني هيسنا لك سمينو كود دلالا كلها تدي هو نظافة دك نظافة دا
sanad kooban ee banaantay maamulka sanad nadaafadeeyo mas halka maalo Soomaaliland laa lagu aadina waayay walaalay Soomaaliland waxa la kaftanka u bixina waa la kaftama dadkaasina qalbiyan kama ha kuwayn la kaftamaayaan halka xanaaqay TikTok aan wixii yaal waa soo qaata dad gaar u majid waayay qodobkaas ka sanad soo xira saa ogtihiin CK ayaa dalka Mareykanka wuxuu ku galay taariib xuduud ayaa laga qabtay wuxuu xiran yahay ku dhawaad 25 maashal soo gudbiyo qodobka xisamale hadaa waxa la leeyahay CK wuxuu xiran yahay Maarish walaalkeed Maarish wiil la istaajiro oo Mareykanka joogo Xuseen la dhaw sida xogta aan ku hayo wiilkaas ayaa CK xiray sheekadan qabiil isku bedesh hadaa sababta Maarish walaalkeed uu CK u xiray dawladda Mareykanka ugu dare maxayta intaan notood intaas ugu gelin waa kana shakhsiga CK xiray oo qalqarinayo waa kana la daawado bar een qofa xog wareystay oo si saaciy ugu dhaw ninkaas ma fahamti niyo ho horta dhibaatada haysato waxa waayay wici breakfast ma waa wax caadi ah ninka markuu xabsiga imaaday een maalin markuu joogay waxa imaatay shan qof oo raadinaysoo iyo lix qof oo raadinaysoo taleefanka soo dirdiray ninkaas ma jooga fiir hortaadi saamko Mareykanka kulubta usoo geliyaba oo la marinay interview iyo habsi yara jirlis geliyo lix qof oo la isticmaalay CK ma marka taadi qof oo mana meel badan soo galgalay oo social media saanka ah ma ku fiicna meel bigis ma ku fiicno kan marka dhistay a aragta boondooyinkan iyo adduunkan iskor maraayo dadka kama aqal badan moqt safiican marka waa lis weydiin ninkan la raadinay maxay taa that's why ahooga ninka meesha loogu haaya aa raadiski ku batay hebel ma jooga hebel ma imaaday taleefanno waraaqada hebel ma jooga magaciisa hebel aan lahaa walaalo please can you check this guy is here oh this wal arka marka ee dadkan dhowr meel ka soo kala wacaa soo marka tii qofkii marka la raadinayo sas loo raadinayo important tii why these people ay u raadinayaan inspection waxaan bilaabanayaa ha marka xoogaa marka ee sidaas aan marka niyo nin xoga loogu dhagin yahay ma hane wax kale hada dhibaato ah haystana male marka dabcan anay waxa isdhahay raadinta safaraha badan iyo ninka la raadinayo de oo la weydiinayo ee hebel ma jooga horta Mareykanka waa wadanka uu sirdoonka adag markii arkeen CK oo kan raadinayo boqol qof ee raadinayaan diwaasha kiyan waxay dhayn ninkan intaan oo qof ee raadsanayso waa maxay dad bana Mareyka tahriib ku soo galay ee ku kaarla kamid aha dad badan soo gaad cid ku dhagta male CK-sa 160 qof raadinayaan waa dareemi kartaa sababtaas wiilkan oo maadeer yihiin wuxuu leeyahay shakhsiga saaxirtay arintan qabiil ka dhigaw ila daawada arriga CK waa arrin dib ku daato saaxib si wanaagsan ninka CK le raado xagga waa lagu xiray dad waxa ku xiray wareeba beel aan qabiil u xirayaan ma fahanti oo qabiil ka waay waa daarood buu xiran yahay dar daarood hadda kor oskar isku qabteen oo baad dacwad ka geeyay arrinkaas arrin dib ku daalo doona waay waxaa laga rabaa dadka hawiyaha ah inay u kacaan CK garbo istaag weyn u muujaan kan si wanaagsan waxaan ka rabaa inaan meel dheer gaarsi socodkayga haddaba waa ka dubaya just inaa ugaan ahalaysid waa recording waa socda ku socda okay dadka u damqanaya CK oo ku dhiiga oo hawiyaha waa inay meel dheer gaarsiyaan barnaamijka nin dudub la ah xirmo been asigana barnaamijkaas muhu bukaas mamma khalin adig sidi ma has ku tiin waa aniga waa bulshada dadaa been u maleenahay wax walba moqt maya been mu turta adeerki saa inaad adeerki saa hay si wanaag oo austria isku qabteen wadaarooda daawayay horta da Soomaalilana inaa wax walba qabiil u bedelno waa shaqadeena waa wax loo leeyahay wiilkaad wuxuu leeyahay qabiilkiisa ka caan wiilkan qabiil baa loo xiray CK qabiil loo xirin Maarish walaalkeed ah xirtay CK ayaa xabsiga dhigay ninka uu leeyahay Asturi ayuu dacwo ka gudbiyay waa asaga hadoo Maarish walaalkeed muxuu ku haystaa CK anaa idin sheegay hadaa xusuustiin hees ee soo qaadeen CK iyo Liil Baliil heestaasi oo gabdho badan lagu gafay oo ay ka xumaadeen oo miswool kamid tahay Maarish kamid tahay iyo gabdho kale to ayaa daw Maarish walaalkeed wuxuu ka hanaaqay heestii maadaama walaashis ay ku jirto liib qaybta uu leeyahay CK balaaciga waa diyaar baby gadaal lux magacaadu ku soo diray intii Maarish hadda wax suuti way ka xanaaqday walaalkeeda ka xanaaqay dacwa lagu gudbiyay CK marka isagoo og in intaasoo dhibaatooyin ah
micnaha laga haysto oo farahaas laga haayo CK Kow maaris walaalkeeda haysto laba hudaamuun madaxdaas ayaa muran dhaxmaray CK cadow badan uu leeyahay isagoo og markaa inuu leeyahay intaas uu cadow ah inuu CK inta boodo Mareykan ka dhaco oo tahriib uu galo isbahdilo ana waa ka xumaa walaal ma ku faraxsanay hadda marka ee xal waxa la tusi dawladda Mareykanka fiidiyashii iyo waxyaabihii maaris iyo heesti dhaala tusi ee muqaalada uu jawaabay Mareykan waa taqaaniday YouTube ka dhax qeylay Mareykan askale Mareykan wax ka sirdo adag malaa markuu arkayna CK arintii shaalay inuu Ilaahay soo deey doono xurmidiisa oo dib u heli doona rajayn waxaanu bilaabnaa muqaalka muqaalkiisa haya muqaalkiina habeen waxa kale dadku waxaan leeyahay bye bye